الفرخه وامهات 4 كيلو ونص ل 100، الكيلو منها ب 75 جنيه. هنذبحها بامر الله وتشوف هتصفي معانا كام، ونقطعها مع بعض قطع صغيره. كده هي بعد الذبح، كده بعد الذبح خست نص كيلو. هنبدا بقى نقطعها مع بعض بامر الله، نقطعها قطع صغيره. الذبح اهو زي الفل اهو. ده قطعتين فرخه الامهات، هنقطعها قطع صغيره عشان تستوي على طول. دي الرقبة بالسلسلة، واخدالك جاي يا عم.